فبالنسبة للصيام عموما هو كيأثر بواحد الطريقة إيجابية على الأصحاء ولا على المرضى، غير هو خص تكون الحالة ماشي حرجة وما تكونش خطيرة. بالنسبة لمرضى كورونا خاصة، فهناك أربعة ديال الأنواع ديال الأمراض ديال المرضى ديال كورونا. كاين النوع الأول اللي هو كيحمل الفيروس ولكن ما تيحملش الأعراض، هذا بالنسبة ليه يمكن يصوم بطريقة عادية ما كاين حتى شي تأثير سلبي عليه. أما النوع الثاني اللي هو حامل الفيروس وكيحمل الأعراض ولكن الأعراض تكون خفيفة مثل سعال خفيف أو زكام، فهذا المريض هذا ممكن حتى هو يصوم بطريقة عادية، لأنه أصلا الدواء اللي سيأخذ هو تياخده مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في العشية، دونك ما كاينش مشكل. يمكن ياخذ الدواء ديالو مع الفطور ويمكن ياخذ الحبة الثانية مع السحور بدون تأثير سلبي عليه. ولكن الحالات ديال كورونا اللي تستدعي الاستشفاء فهادو تياخذوا الدواء 3 ديال المرات في النهار، دونك ضروري ومؤكد ما يصوموش. وسيختو الحالات الحرجة اللي كيكون مضاعفات على الكلى، مضاعفات على القلب، مضاعفات على الكبدة، دونك ممنوع من أن تسمن الصيام لهذه الحالات الحرجة مرضى كورونا. فللوقاية من مرض كورونا خصوصا في شهر رمضان يجب التأكيد على تغذية متوازنة. هذه التغذية تكون غنية بالخضروات والفواكه اللي كيحتويو على فيتامين سي وعلى المغنيسيوم وعلى الزنك وعلى الاملاح المعدنيه باش تقوي المناعه ديالهم، فحال الفريز، وحنا راه فصل الربيع دونك الفريز موجود، بحال الكيوي، بحال البرتقال والمكسرات لانها غنيه بالالياف. وكنأكد على النوم الكافي، لان النوم تيلعب واحد الدور كبير لمنع التوتر، وكذلك الا كان النوم كافي كي يطلع بالمناعة. فعلى الأقل خاص الواحد يناس واحد 6 ديال السوايع في رمضان باش يتمكن من الوقاية من مرض كورونا. وكنأكد سورتو على التغذية تكون قليلة من السكريات، تكون تغذية قليلة من الدهنيات ومن المعجنات، قليلة من الكافيين، قليلة من المهيجات.